هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. النجمة صفاء أبو السعود. صفاء أبو السعود. النجم أحمد صيام في يوميات صفصف. بعدين معاك، بعدين معاك، بعدين معاك، بعدين معاك. في البيت ازعاج زي الزحمه في الشارع، اللي قالوا ارتجاج بوداني ما بقتش سامع. عايز طلباتك وبس، وما يهمكش نخس، وامتى بس هتحس واشوف اي تقدير. محسوبه بالدقيقه والثانيه، وقتنا مع صفصف حاجه تانيه، وقتنا مع صفصف حاجه تانيه. محسوبه بالدقيقه والثانيه، وقتنا مع صفصف حاجه تانيه. صفصف. تأليف أحمد الأصلي، إخراج تامر شحاتة. وقتنا مع صفصف حاجة تانية، حاجة تانية. اللي أقول لي يا حاتم، رأيك إيه في الاتنين رواد الفضاء اللي محشورين في الفضاء دول؟ محشورين في الفضاء؟ والله أنا أول مرة أسمع إن في ناس يبقوا محشورين في الفضاء. أنا أعرف ناس محشورة في أوتوبيس، ناس محشورة في زحمة الشارع، إنما أول مرة أسمع عن اتنين محشورين في الفضاء. وبعدين انا ماني ومال الحكايه دي، انا جعان عايز اكل شويه ملوخيه. ملوخيه؟ ملوخيه ايه؟ الحكايه يا سيدي ان في اتنين رواد فضاء، واحده اسمها سوني والتاني اسمه بوتش، كان المفروض يطلعوا الفضاء اسبوع. لكن مركبه الفضاء اتعطلت بيهم ومش عارفين يرجعوا. عشان خايبين. ها؟ خايبين اللي يركبوا مركبه فضاء، ما يوقفوا تاكسي. تاكسي؟ ليه؟ هما محشورين في شارع صلاح سالم، مفيش تاكسيات في الفضاء. ولا تكاتك؟ طبعا لا، انت اكيد هتجنني يا حاتم، بتراهن كده على ان عقلي ده يطير. يا ستي لا جننك ولا تجننيني، انا نازل على القهوة مدام مفيش ملوخية. سلام. الملوخية قال همه على بطنه. يا بخت الاتنين رواد الفضاء دول، نفسي اكون مكانهم اطير وارفرف في الفضاء واهرب من الدنيا الفضاء. وكفاية بلا بلاش، يا بختهم وخلاص. صفصف يا صفصف، وأطير وأرفرف في الفضاء وأهرب من الدنيا الفضاء. انت يا ست وردة، يا عمري يا ست، انت اللي سايبة عمرك. سايبة المكوك الفضائي ورايحة فين بس؟ أبدا يا حتوم، أنا كنت بدور على مجرة جديدة أكتشفها في رحلتنا الفضائية دي. برافو برافو عليك يا صفصف. بصي، إحنا أول رواد فضاء مصريين يطلعوا الفضاء. أنا نفسي بقى نلاقي نجم جديد زي الشمس، وأسميه اسم غريب كده. إيه؟ حاتم. لا 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 يا أخويا حاتم إيه؟ ده إحنا هنلاقي قمر قمر ونسميه صفصف. لا، نجم ونسميه حاتم. لا، بنت وحنسميها صفصف. قصدي قمر 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 واسميه صفصف. وبعدين يا حاتم، واحنا بنتخانق على ايه يا اخي؟ المهم نكتشف حاجه الاول. سو انت بس المركبه الفضائيه، يلا بسرعه. ايه ده يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. ايه ده؟ خير يا حاتم؟ شايف ايه قدامك في الطريق؟ عارفه تاني ناصيه بعد المريخ دي؟ عارفاها طبعا، دي اللي قبل الإشارة الزحمة بتاعت كوكب زحل. بالظبط. بص بقى، في مكوك فضائي راكن على اليمين اهو، ظهر عطلان. انا حركن جنبه كده واقف اشوف ماله. ها، بس خلي بالك يا حاتم، حضن المكوك بتاعنا كويس علشان في ونش بيلف في الفضاء وممكن ياخدنا مخالفة صف تاني. انت خلاص مش فاهماني. انت كمان عايشتك
تخنق. أقسم بالله إني النهاردة مش بيتالك في الكوكب، هروح أبات عند كوكب أبويا في 60,000 سلامة. المجرة تفوت جمل. أنا هشتكيك في المحاكم، محاكم هبيعك، هبيعك كل النيازك اللي وراك واللي قدامك. ها ها الله 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 الحب. ها دي بتعمل كده زي الكلاب البلدي اللي في الشارع. مش فاهمة ايه ده. مخلوقات فضائية غريبة ومتجوزين صف المخلوقات الفضائية بيتجوزوا برضو زينا وبيتخانقوا. هنفضل واقفين كده في الفضاء؟ تعالى ننزل نصالحهم على بعض، بس الاتنين شبه بعض ومش عارفين نفرق بين الراجل والست فيهم. ما تقلقيش، جوزك بيفهمها وهي طايرة. انا هروح على الراجل وهديه. استهدى كده يا أستاذ، استهدى كده وروح، مش كده يا راجل. ما تنساش إن هي ست برضو. أنا سيفاوس الست، وده قنطورس جوزي أو اللي كان جوزي. يا قنطورس بي، مش كده واضح إن في أزمة تفاهم بينكم. أبدا، دي كل سنة ضوئية في خناقة، وأهل المجرة يسمعوا صوتنا ونتجرس. يا جدع أنت يسمعوا إيه؟ عيب كده، ده الخناقة بكلامكم المتقطع دي تقعد لها يجي 10 سنين على ما تتحل. هو مش عاوز يفهمني، ما بيدينيش فرصة اشرح وجهة نظري 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 نظري. ما هو انت كده بتشرحي له وجهة نظرك بالطريقة بتاع النظري نظري نظري، هيكون مات وشبع موت. لا 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 لا، اسمعوا بقى نصيحة اخواتكم من كوكب الارض. الزواج الصحيح لازم يكون مبني على التفاهم والتواصل بين الزوجين، وكل طرف يسمع التاني ويتفهم طلباته. مش انا الالم الالم الالم، انا مثلا لسه جوزي عاتم طالب مني ملوخيه، وديني اهو بطبخها له في الفضاء. مش ملوخيه 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 ملوخيه، لا عايزها بالارانب بالارانب. ايه اقول لك على حاجه؟ انا احساسي ان الناس دي بطاريتهم بتفضى. ايه ده؟ انا ابيض، ريحه الشياط دي الحقي. ايه المكوك بيولع بينا. طفي طفي يا حاتم، طفي طفي بسرعه، طفي بسرعه، ريحه الشياط جامده. طفي 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 صفصف صفصف. ايه يا صفصف؟ خلاص يا صفصف. ايه قومي قومي. ايه انت في كابوس ليه؟ كملي نوم. خلاص انا قفلت على الملوخيه، ما تقلقيش. المكوك، الكوكب، قنطورس، سيفاوس، انا فين؟ انا فين يا حتوم؟ هتكوني فين يا صفصف؟ صاحيه من النوم، هتبقي فين؟ هنا في بيتنا. انا نزلت على القهوه، رجعت لقيتك نايمه في الصاله هنا والملوخيه على البوتاجاز. طفيت على الملوخيه ولقيتك عماله تقولي الشياط طفوا طفوا، ورحت جاني طفي على الملوخيه وخلاص. المكوك، الكوكب، قنطورس، سيفاوس. يا حاتم حبيبي، كان حلم جميل قوي. حلمت ان انا وانت في الفضاء في السماء وشايفين الأرض من بعيد بعيد، بس المهم نقلنا حكمة أهل الأرض للفضائيين دول، التفاهم بين الزوجين. ليه؟ عملت كده ليه يا صفصف؟ ما تسيبيهم عايشين كويس. كنتم مع يوميات صفصف، النجمة صفاء أبو الصعود. أنا واحدة ذكية مليون في المية، شاطرة ورياضية وحبايبي كتير. ما بلاش حلوة نهار، انت لفتي الأنظار، وكعبي عالي عليكي بجد ومش هزار. أنا بنك المعلومات ودماغي تسوى ولفات. طب شخلي جيبك يا حلو، أنا ناقصلي حاجات. شخلي جيبك يا حلو، أنا عندي عزومات. شخلي جيبك يا حلو، أنا ناقصلي حاجات. محسوبة بالدقيقة والثانية، وقتنا مع صفصف حاجة تانية، وقتنا مع صفصف حاجة تانية. يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. يوميات صفصف، موسيقى والحان سيد الشاعر، توزيع شريف حمدان، هندسه صوتيه محمد شعبان. يوميات صفصف، تاليف احمد الاصلي، اخراج تامر شحاته. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.